بغيت غير نوضح واحد النقطة، هي واحد التدخل اللي كان ديال واحد في المنخرطين وأعضاء المكتب المديري المؤثرين، واحد اللي عنده مكانته معروفة في سميتو، فكان واحد التدخل ديالو في بداية الجماع قال لهم نقطة نظام، أنا بعدا أنا معاكم، أنا غنستمر معاكم ونعاونكم باش ما كانوا، وأنا كندعم هذا المكتب المسير حتى لنهاية الموسم، أنا معاكم ولكن الموسم الجاي ما تحسبوش عليا، أنا ما نبقاش معاكم، بل أكثر من هذا ماشي ما غنخرج من المكتب المديري، ما غاديش نبقى حتى كمنخرط، غنبعد أخويا نمشي نتسنت لراسي، نقابل شغالاتي، هذا كلام اللي تقال في الاجتماع، يعني باش تعرفوا أن هناك واحد الانشقاق، هناك واحد البداية ديال انسحاب بعض الأعضاء من المكتب المديري، من هذا المكتب المسير، لأنه تيبان لهم بطريقة مظلمة، وأنه يعني الناس يعني عياو، أنه ما مستعدينش يبقاو يسمعوا السبان والهضرة. وسميتو في والديهم وفي المنصه اللي كيكونوا جالسين، يعني انسان كيف ما كان الحال راه دمه لحم وكيعيا واحد الوقيته. طيب هاد الشيء اللي قلناه على المستوى التقني، على المستوى سميتو ما ننساوش واحد النقطه قبل ما ندوز للمستوى التقني، ديما في المستوى الاداري هناك اعضاء اللي هما هدوا بالاستقاله واللي طلبوا كاع الاستقاله ديالهم ولكن ما تقبلاتش فور المومون، يعني انه كيطالبوا كيقول لك اودي حنا عينا من الفرضيه في القرار، الرئيس كيقرر بوحده، حنا جالسين بحال الديكور في هذا المكتب دونك حسن لينا نمشيو بحالنا. وهاد الناس راه مؤثرين، راه ماشي تيقول لك بان راه كاين ثلاثه الناس هما اللي كيتشاركوا في القرارات، الرئيس واحد جوج من الناس هما اللي معاه، هما اللي كيقرروا وحنايا راه غير ديكور، راه حاسبنا راه اخر من يعلم، حنا كنعرفوا الاخبار انا عند الرجاوي من عند المنخرطين او من عند من عند من الفيسبوك، عاد كنعرفوا اخبار النادي والقرارات اللي اتخذت. داكور، دابا غنمشي للمشاكل التقنيه.